لا تبدو ملامح انفراج قضية الأطباء المقيمين. الاجتماع 12 مع وزير الصحة لم يخرج بنتائج نهائية، ويقطع النزاع حول تقليص سن الخدمة المدنية والعسكرية. الوزير قطع الشك باليقين وأكد استحالة تحقيق هذا المطلب، وحاول احتواء الوضع من خلال إعلانه عن تنصيب لجنة وزارية مشتركة لمراجعة القانون الأساسي. L'obligation تاع le service civil. On a dit que l'abrogation du service civil n'est pas à l'heure actuelle. هي خارجة تماما في نطاق الحوار اللي بيننا وبين الأطباء المقيمون، لأن الخدمة المدنية حاليا هي اللي تضمن لنا غطاء صحي شامل في التراب الوطني. فيه مع بعض الأطباء المقيمون اجتماع لكي نبرمج تأسيس لجنة مشتركة لكي يتم إعادة النظر في القانون الأساسي للأطباء الخاص بالأطباء المقيمون. اجتماع دام لأكثر من 6 ساعات لم يستطع من خلاله مختار حزب اللاوي إقناع ممثلي الأطباء المقيمين للتراجع عن قرارهم، هم الذين أكدوا تمسكهم بمواصلة الإضراب إلى حين الاستجابة لكل مطالبهم. الخدمة الوطن العسكرية والخدمة المدنية، يعني هذوما النقاط اللي قاعدين عاقين، والقانون الأساسي للتعليم المقيم اللي كان حي أبغى دو ما يبقى نراجعوه دونك من غدوة، ويعني ما كانش حاجة جديدة في الاجتماع تاع اليوم. ما لحقناش إلى أي اتفاق بور ريبروندر لو ترافاي. La grève pour le moment est toujours de mise. Et on va repartir vers nos résidents. On va discuter la réunion d'Alioma. Ça a été fait un vote dans les assemblées générales, c'est les 15 000 résidents. Ils ont été clairs. La décision était de reprendre la grève. Donc, cette fois, ça n'a pas été de nouvelles précisions sur les revendications, c'est-à-dire les propositions d'attendement. Automatiquement, la décision est claire de continuer la grève. وبين تمسك الأطباء المقيمين بمطالبهم وإصرارهم على مواصلة الإضراب، ومحاولات حزب اللاوي احتواء الأزمة من جهة، والمحافظة على التغطية الصحية بكل ولايات الوطن من جهة أخرى، يبقى الوضع بحاجة إلى قرار حاسم يضع حداً لتجاذبات دامت لأكثر من 6 أشهر ضحيتها المواطن.